مذيعين تسمعهم من روحهم تعرف ملامحهم منهم مذيعين بقى حبتهم من طلتهم أسرار تفاصيل في حياة مذيعين أكتر من جيل وطرائف ومواقف يلا نبدأ تسجيل وأكيد تغيير لينا وليهم ومفاجأة لكل المستمعين لما المذيعين يتحولوا فجأة كده لضيوف في كلام مذيعين كلام مذيعين مع خلود نادر على نغم أف أم كلام مذيعين النهاردة في كلام مذيعين حلقة مختلفة تماما حلقة فعلا بالنسبة لي هي أحلى حلقة وكلام مختلف والنهاردة كل الناس أعتقد ما تسمع الحلقة كده هتحس قد إيه بفرحة العيد ليه؟ لأن إحنا معنا صاحبة السعادة إس حبيبة قلبنا كلنا سعاد يونس الجميلة مساء الفل على حضرتك كل سنة وانت طيبة ورمضان كريم عليكي كل سنة وانت طيبة بمناسبة عيد ميلادك عقبال 100 سنة ربتي إيه الوجه البشوش والصوت الحلو ده ربنا يخليك كل سنة وانتوا كلكم طيبين يا رب بكل المناسبات والأعياد واللحظات الطيبة عموما طقوسك كانت في رمضان عاملة ازاي السنة دي واتفرجتي على مسلسلات تابعتي مسلسلات ايه؟ أنا طقوسي واحدة لا تختلف كل الرمضانات لا أغادر البيت تقريبا بطبخ للعيلة ويجد علي أحفاد فبيبقى في حسابات أخرى يعني تابعت على قد ما أقدر لأن أنا ما بحبش أنتشر بالعرض وما بقاش فاهمة أنا بتفرج على إيه أكيد شفت كامل العدد اتبسطتي بتجربة كامل العدد؟ انبسطت جدا لأن كرو كان كله هايل ومحترف جدا ومنتظم جدا ومؤدب جدا فنان جدا ومحضر جدا يعني الحقيقة لقيت ميزات كتيرة قوي فيه وبعدين شفت منى تحت الوصاية حرب أحمد أمين شفت جزء كبير منه السفارة وعايزة أبتدي أمشي بقى بشويش مسلسل بمتابعة دقيقة يعني مين الثلاث شخصيات من الوسط الإعلامي تحبي تعزميهم عندك في البيت تقضي معهم العيد وثلاث شخصيات من الوسط الفني ثلاث شخصيات من الوسط الإعلامي أكيد هتبقى إيناس النوسة إيناس جوهر وطبعا هتبقى الأستاذة سناء منصور لأن دي أستاذتنا كلنا ووحشاني قوي ودايما أنا على بالها الحقيقة ربنا يحفظها ويحميها يعني ست جميلة جمال يعني فائق وأي حد من الزملاء بقى اللي لسه الجداد يمكن عشان أشوف الدنيا اتطورت ازاي معاهم يعني معرفش انت بقى يعني انتخبي لي حد بس انا لسه من عارف الشباب قوي يعني انا هبقى طماعه يعني هنتخب نفسي ينفع يدفع جدا جدا طبعا لانه يعني عندك مقومات كتيره الواحد يحب يعرف كمان انتوا شايفين الدنيا ازاي غيرنا احنا ثلاث فنانين اكيد هتبقى يسرى وممكن قوي يبقى حسين فهمي لأنه برضو صاحبي جدا و يعني احنا كنا ثلاثي أنا ويسرى والتالتة بتاعتنا سابتنا سهير البابلي خليني بقى أقول برضو حد صغير حد شاب أكرم حسني بموت فيه حد يعني حد شاب يعني ايه الاكلات اللي دايما بتحبي تعمليها وبتطلع حلوه قوي ممكن تبقى موجوده في العزومه احنا عندنا طقس اعتقد مصري خالص البط المحشي بصل وملوخيه ورز ابيض وكده ده في اول يوم تاني يوم ناكل بواقي طول عمرنا مش عشان في ازمات ولا حاجه يعني احنا طول عمرنا ما احناش الناس اللي بتعمل اكل طول النهار والطبيخ ويترمي والكلام ده ما بحبش كده يعني وبعدين اخش بقى على شوية مرة أعمل محشي مرة بتاع لكن الاستمرارية في اللك واللغ ده مش من عادات العيلتي يعني ممكن قوي النهاردة نفطر كلنا جبنة بيضة وشاي يعني عيش بلدي وجبنة مثلا فالطقوس بتبقى قليلة جدا اللي هي احتفالية بس ان احنا في رمضان يعني بنطبخ شوية زيادة أو بنعمل حاجات ما بنعملهاش كل يوم لكن ده ما بياخدش طول الشهر أبداً مين الشخص اللي كنت مفتقداه في رمضان السنة دي وكان نفسك يكون معاك؟ سهير البابلي وسمير يعني مش عايزة تفتح في سيرة أصحابي اللي فرقوني لأن الدنيا هتقلب غم بس هم دول اللي عشت معهم سنين طويلة وسابوني تحبي تقولي لهم إيه؟ أحب أقول لهم اهنأوا بما أنتم فيه الآن في الجنة لأن متأكدة أنهم مع أحباب سبقوا برضو والشلة بتكبر فوق ف
فالواحد مطمن انه هيطلع يلاقي ازعرينا يعني، فهيهيص ان شاء الله بعد عمر طويل ان شاء الله. مين الشخصيه اللي استمتعتي جدا بيها وانت بتحاوريها في برنامجك؟ لا كتير كتير، لا كتير قوي، انا ما فيش حد ما استمتعتش بيه في برنامجي خالص يعني. عاده انا ما بعرفش اقعد احاور حد مش بحبه. حمل ما ينفع، ما بعرفش خالص، فلازم اللي قاعد قدامي ده اكون يعني عندي كميه عشق ليه عشان نعرف ندخل في زوارق بعض. ودخلني كله مميز عندي انا، اللي ممكن تقولي عليه كده ولا انا ما اعرفوش كويس قبل التسجيل، بس ده لانه هو بيجي لان معلوماته احسن مني، وانا عندي احترام شديد جدا للي عارف اي حاجه اكتر مني، يعني بحس ان انا بتضاءل قدامه ببقى عقله الصباع يعني. فما كانش من الفريق بتاع اللي انا بعشقهم من صحابي كلهم او الناس اللي بحبها، فهو اكيد عنده معلومه اكتر مني تكبروا عليا يعني، يبقى اكبر مني، فلازم انا تحت هنا ابقى تحت واحترم جدا المعلومه اللي مش عندي. فاصل وراجعين تاني مكملين مع صاحبه السعاده اسعاد يونس على نغمه في ام في كلام مذيعين. كلام مذيعين، كلام مذيعين مع خلود نادر على نغم اف ام. كلام مذيعين مكملين كلامنا في كلام مذيعين مع صاحبة السعادة إسعاد يونس على نغمة في أم. مش كل الناس عارفة أنك ابتديتي الأول في الإذاعة وكنتي مذيعة في البرنامج الموسيقي بعدها الشرق الأوسط. هل طموحك الأول كنتي تبقي مذيعة ولا ممثلة؟ لا أنا جوه الحكاية من الأول، من وانا صغيرة، ومعرفش ليه ومعرفش إزاي ومعرفش ربنا دبرها كده إزاي يعني، بس أنا اشتغلت قبل ما أخد الثانوية العامة في برنامج الموسيقي في الإذاعة، كان في برنامج موسيقي كلاسيك يعني هو افتتاحه كان في الوقت ده وطلبوا ناس، فأنا تقدمت وأنا معيش ثانوية عامة، واللي امتحني الأستاذ عبد الحميد الحديدي، وده من يعني أقطاب الإذاعة والفطاحل يعني، ولأن أنا عندي معلومات موسيقية كويسة قوي لأن ماما كانت بتعلمني مزيكا، أسمع مزيكا وكده يعني. بما أن طبعاً والدة حضرتك هي الممثلة والمطربة كوكب صادق. فاشتغلت في البرنامج الموسيقي، وبعدين اتنقلت البرنامج الأوروبي، وبعدين رحت الشرق الأوسط. في الشرق الأوسط ابتديت أبقى مقدمة برامج الأول، وبعدين مذيعة هوا لما يعني مرنت قوي. مين بقى اللي اكتشف بقى إسعاد يونس؟ مين اللي قالك أنت موهوبة في التمثيل؟ أولاً أن أنا كنت متزوجة من فنان أبو بنتي الأستاذ نبيل الهجراسي، فكنت جوه الوسط طبيعي من غير يعني، وأنا مش منتسبة ليه خالص، لكن اشتغلت من أول سنة 72. ما يعتبرش اكتشفني قوي أستاذ نور الدمرداش الله يرحمه، ودي جت سهرة فيلمية اسمها جريمة لم تكتمل. وبعدين قعدت شوية كده وأنا بدرس بقى سياحة وكده، ومكنتش مبسوطة من الحاجات الصغيرة اللي أنا يعني بطلع فيها دي، لحد ما طبعا كان عندي صداقة فظيعة مع سمير غانم بحكم وجودي جوه الوسط، مع سواء في الإذاعة أو مع والد بنتي، فهو اللي أصر بقى أنه هو يكتشفني في ميزو. كان عارفني كويس، كنت بروح أنا وإيناس جوهر نسجل معاه كل رمضان، وطول الوقت طول السنة بنعمل برامج، فإحنا أصحاب أوريدي جدا يعني. بس فهو اللي اكتشفني فعلا حقيقي يعني. ما وحشكيش مواعيك الإذاعة؟ توحشني جدا طبعا، ولما بسمعكم بتوحشني أكتر، بحسني المود نفسه، لأن إحنا أيام ما كنا إحنا في الإذاعة كنا عاملين جروب أصحاب، كلنا بنتقابل في استوديوهات الهوا، فعندنا مع بعض علاقات قوية جدا وطويلة جدا مع كل أصحابي بقى، مع إيناس جوهر، مع زينب سويدان، مع حمدي سعد الدين، مع محمود سلطان الله يرحمهم الاثنين، وهكذا بقى بديع رفاعي يعني، في ناس هالة سرحان، محي محمود، إمام عمر، كلنا كنا تيم قوي جدا يعني. مين من المذيعين الجداد بيعجبك تحبي تتابعيه من الإذاعة والتلفزيون؟ أكيد في الإذاعة بسمع من الشرق الأوسط على قد ما أقدر، بسمع بعض الناس اللي هي ابتدت تشتغل هوا طول الوقت في نغم اف ام، فمش عارفة كده يعني، اللي هم اللي خدوا الريسك اللي احنا كنا بنخاف منه بتاع الهوا يعني. احنا إيناس وأنا أول ناس اشتغلنا هوا في رمضان فترة الفطار كلها 4 ساعات كل يوم، ودي كانت فترة أطول فترة هوا منوعات
مفتوحة لأي يعني مقالب بقى أو يعني حاجات أخطاء ممكن تحصل على الهواء. كانت مغامرة عنيفة. فإنما دلوقتي أنا بشوف إنه معظم الشباب بيشتغلوا هوا كتير وقادرين يمسكوا أدواتهم كويس وقادرين يتحكموا في التايمينج والمادة والمخارج الحروف والكلام ده. فبطار يعني أنا عايز أقول لحضرتك على حاجة، إنه المسجل بالنسبة لنا دلوقتي أصعب من الهوا بكتير. أعتقد زمان كنتوا عندكم التسجيل أكتر من الهوا، صح؟ إحنا كنا الهوا بالنسبة لنا كان تنفيذ، يعني نستمع الآن إلى أغنية مش عارفة إيه، نقدم إليكم برنامج كذا والنشرة. لكن ما كانش في برامج هوا خالص تقريبا، انا يعني ما حضرتش كده. فكنت انا وإيناس ومحي محمود وامام عمر اول ناس ناخد هوا طول فتره الفطار، من قبل الفطار بساعتين وبعد الفطار بساعتين نفطر على الهوا مع ضيوفنا، وكانت ريسك عالي جدا. يعني ايه اللي يخلي المذيع قريب من الناس؟ يعني اسم من اكتر المذيعات وعامة الفنانين بصفة عامة والشخصيات العامة قريبة للناس، فإيه اللي يخلي أي شخصية عامة قريبة للناس؟ الصدق، يعني الناس لو مصدقاني هكون قريبة من قلبها، لو حاسة مني برياء أو تمثيل أو يعني كل المثالب اللي احنا بنكرهها في الشخصية العامة يعني، إنما الصدق هو المفتاح. لو رجعتي الإذاعة وعملتي برنامج إذاعي تحبي تكون الفكرة عن إيه؟ لا، قبل ما أرجع لازم أكون ذاكرت كل اللي على الخريطة في اللحظة اللي أنا هرجع بعدها بلحظة، يعني مش النهاردة، فريدي إن أنا هرجع كمان شهر، يبقى اليوم 29 من الشهر ده أذاكر الخريطة كلها لأنها هتكون أكيد اتغيرت عن دلوقتي. مكملين كلامنا بكرة في الجزء الثاني مع صاحبة السعادة إسعاد يونس في كلام مذيعين على نغمة فأم. كنت معاكم خلود نادر. كلام مذيعين، كنتم مع كلام مذيعين مع خلود نادر على نغم FM. كلام مذيعين.